تحت رعاية سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن، احتفلت حركة العائلة المقدسة في المملكة بإشهار كتاب شهود يهوى هل هم مسيحيون للمؤلف فارس حجازين بالتعاون مع مجموعة أم النعم في مدينة الفحيص. وحضر الاحتفال الذي أقيم في مركز سيدة السلام السفير البابوي لدى الأردن والعراق المطران ألبرتو أورتيغا مارتن والبطريرك فؤاد طوال وعدد من الأباء الكهنة من الكنائس الرسولية والأخوات الراهبات وجموع من المدعوين. وبعد تقديم باقة من الترانيم الروحية التي أداها عدد من أفراد جوقة ينبوع المحبة، أعرب المطران الشوملي عن غبطته بوجود أفراد علمانيين قادرين على التعبير والتأليف والدفاع عن العقيدة، كما ألقيت عدة كلمات ومداخلات أثنت على هذا العمل المميز. مجموعة العائلة المقدسة اليوم تحتفل بإطلاق كتاب شهود يهوى هل هم مسيحيون، طبعا برعاية المطران ويليام الشوملي وفي حضور الكثير من الشخصيات الرسمية وضيوف ومجموعات العائلة المقدسة في الأردن. الكتاب يتحدث عن دفاعيات عن الإيمان وإجابة على أسئلة يتم طرحها على رعايانا من قبل أتباع شهود يهوى. فيسرنا في هذا المساء أن نقدم هذا الكتاب ونعلن إشهاره للجمهور وللمسيحيين كي يستفيدوا منه ويطلعوا عليه ويكون رديف لهم في أجوبتهم على هذه البدعة.